اليوم التيار الصدري يؤمن إيمان مطلق أن إجراء الانتخابات المبكرة ينبغي أن تذهب باتجاه نتائج جديدة. أما يعني أود أن أبشركم أن 95% من الأسماء معروفة من هي التي سوف تجلس تحت قبة مجلس النواب العراقي في 10/10/2021. وبالتالي مرة أخرى هاي النقطة نذهب باتجاه سيد رياض، دكتور رياض، أنا أثق بما تقول. هذا الذي أنت تقوله فسر لي شلون 95% الأسماء معروفة. بمعنى هذه دعوة إلى الشعب العراقي أنه الكراسي والمناصب بيعت مقدما، فشكوا رايح الناس الانتخابات إذا الولد بيشتري المناصب من هسه والبرلمان محسوم. هذه مسؤولية تاريخية أستاذ رياض، فسر لي إياها. هاي أستاذ الكريم يعني أبدا لا تحتاج إلى تفسير. أي هنالك أحزاب تقليدية، هذه الأحزاب التقليدية تمتلك من المال واستخدام مقدرات الدولة وتمتلك قواعد جماهيرية منظمة، وبالتالي تقوم بتحييد أي قوة جديدة ترغب في المشاركة بالانتخابات بعدة طرق. وعندما تقول أنها دعوة لعدم المشاركة وكأنه ليسمع حضرتك يعتقد أن الانتخابات السابقة كانت نسبة المشاركة فيها 70% أو 80%. سيد العزيز، إذا يعني نحيد القوات الأمنية باعتبار أغلبية القوات الأمنية يشاركون بالانتخابات، كون يتم أخذهم بشكل يعني مباشر، ما تبقى هي أعداد قليلة جدا، وهي جهات مؤدلجة بكل تأكيد. إذن كلما نذهب باتجاه انتخابات، سواء كانت انتخابات دستورية أو انتخابات سياسية، نسبة المشاركة تكون محدودة، أي أن الذين يقدمون أو ينتخبون مرشحين بذاتهم يكون تشكيل حكومة نسبة التمثيل فيها مو أكثر من 9 إلى 11%. زين دكتور رياض، قبل أن أنتقل للسيد فهد الشمري، 91% لا يوجد لهم تمثيل. خلص، أنتم لن تشاركوا لأنه البرلمان الآن 95% من أسماء أو من نوابه قد حسم الأمر، انتهى هذه الأمر وانتهت هذه القضية بالنسبة لكم، وأنتم تتحدثون عن معلومة باليقين المطلق وليس تحليل. وهذه المعلومة بالمناسبة هي يعني نعم تطرح لأول مرة، نعم، ولكن كن على ثقة، الجميع يعلم بها، تم الجميع يعلم بها والجهات السياسية تعلم بذلك. ونحن نقول إذا رغبنا باتجاه إجراء انتخابات سياسية، نعم، وفق المادة 64، علينا أن نضمن نجاح هذه الانتخابات ونزاهتها، نعم، وشفافيتها وإقناعها، لأنه أيضا بعد أن تظهر النتائج يخرج الشعب العراقي ويقول هؤلاء لا يمثلون الشعب العراقي. أنا أشكرك.